قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى منطقة سومي المتخمة لحدود كورسك الروسية، بينما قالت روسيا إن قوات حرس الحدود والجيش منعت فريق استطلاع أوكرانيا من دخول منطقة بريانسك شمالية شرقية كورسك التي تسيطر عليها القوات الروسية الأوكرانية. أوكرانيا تحاول التقدم أكثر للاستحواذ على المزيد من المناطق في كورسك الروسية، وأعينها على مدينة بريانسك الواقعة في الشمال الشرقي من كورسك، معقل توغل القوات الأوكرانية في محاولة منها للتوسع بحكم قربها من الحدود الأوكرانية لتعويض الأراضي التي ضمتها روسيا منذ بداية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. المساعي الأوكرانية للتمدد أكثر في أراضي روسيا مستمرة، حيث شنت القوات الأوكرانية هجوماً على منطقة كليموفو المتخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية. ورغم صد الجيش الروسي لهذا الهجوم، إلا أن الأجهزة الأمنية الروسية حذرت من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر. ومقابل ذلك تتحرك السلطات الروسية نحو تركيب أماكن إيواء خرسانية في منطقة كورسك في مسعى منها لحماية المدنيين في ظل التوغل الأوكراني المتواصل. كما أعلنت موسكو تشكيل 3 وحدات عسكرية جديدة لحماية مناطقها الحدودية في كورسك وبلغورود وبريانسك. وفيما يحاول الجنود الأوكرانيون التقدم في كورسك، ما زال الجيش الروسي يحقق إنجازات ويسيطر على المعارك الدائرة في الأراضي الأوكرانية، وصولاً إلى السيطرة الكاملة على إقليم دونيتسك الاستراتيجية. من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن كييف مراسلنا عامر العروقي. أهلا بكما، أبدأ منك أريج، وما آخر التطورات الميدانية التي تجري على جبهة كورسك وخصوصا في منطقة بريانسك؟ نعم مروج، طبعا فيما يتعلق بالمعارك على جبهة كورسك، هي معارك ما زالت مستمرة كما تتحدث المصادر العسكرية الروسية دائما من هناك، تقول بأن هناك ما زال تحركات وتنقلات مشبوهة للتشكيلات الأوكرانية، تلاحقها القوات الروسية، تطاردها في بعض المناطق، تعترضها في مناطق أخرى، طبعا تستهدفها في أنحاء ثالثة. ونتحدث هنا عن البلدات والقرى التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية، بان هذا التوغل البري المستمر منذ أكثر من أسبوعين حتى الآن. طبعا المناطق الحدودية الروسية المتاخمة لكورسك أيضا معرضة للخطر، ولذلك ضربت وفرضت فيها أيضا من قبل السلطات الروسية عملية مكافحة الإرهاب، فرضت أيضا في بيلغراد، إن كنا نتحدث نخص بالذكر بيلغراد وكورسك، فرضت فيها أيضا حالة الطوارئ الإقليمية. فيما يتعلق ببريانسك، هي منطقة ليست غريبة عليها محاولات التسلل الأوكرانية، إن كنا سنتذكر طبعا حصيلة هذه المحاولات على امتداد الأشهر التي واكبت سير العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا. طبعا هذه المحاولات الأخيرة، ولا سيما المحاولتان خلال الساعات الماضية التي ذكرهما جهاز الأمن الفدرالي الروسي، على ما يبدو ترتبطان بما يجري في منطقة كورسك، خصوصا وأن التشكيلات الأوكرانية التي تتحرك في منطقة كورسك طبعا لم تتم السيطرة على أغلبيتها، لكن لم تتم السيطرة على كل هذه التشكيلات، وهناك شكوك ومخاوف روسية ما زالت حاضرة بإمكانية طبعا خروج مجموعات وقيامها بعمليات مشابهة قد تكون محدودة بالحجم أكثر وبالعدد أكثر مما حدث في كورسك، لكن هذا لن يحولها دون القيام بترويع السكان أو قيام بأعمال تخريبية كما يصفها الجانب الروسي، سواء كان في بريانسك التي نتحدث عنها خلال الساعات الماضية والتي تم التعامل معها بنجاح، أو فيما يتعلق بمنطقة بيلغراد التي تشهد قصفا أيضا أوكرانيا على امتداد الأشهر الماضية يوازي عمليات روسيا. نعم. في منطقة خاركف وجبهة أوكرانيا. طبعا الروس مروج كما تعلمين يحاولون إظهار أن ما يحدث في المناطق الروسية الحدودية هو ما يحدث في مناطق روسية حدودية، ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على التطورات وسير المعارك في جبهة أوكرانيا، وعلى ذلك فالتقدم الروسي فيها ما زال متدرجا ومستمرا. طيب أذهب إليك عامر، وثمت الكثير من المكاسب تتحدث عنها أوكرانيا فيما يتعلق بجبهة كورسك وتوسيع هذه الجبهة، ربما الدخول إلى حتى بلغورود أو الوصول إلى مناطق أخرى. ما آخر ما يرد هنا، وخصوصا سياق هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني إلى منطقة سومي؟
بالفعل مروج، الرئيس الأوكراني قام خلال هذا اليوم بزيارة إلى منطقة سومي الحدودية المتاخمة مع منطقة كورسك، واطلع على سير العمليات العسكرية داخل الأراضي الروسية. كذلك عقد اجتماعا مع قائد القوات الأوكرانية أليكساندر سيرسكي، الذي بدوره أخبر بأن القوات الأوكرانية استولت على بلدة جديدة داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك. وأيضا على حد وصف الجانب الأوكراني، تم تجديد ما يعرف بصندوق الأسرى، خاصة وأن أوكرانيا تريد أن يتم هنالك مفاوضات وأن يكون هنالك تبادل للأسرى الأوكران والأسرى الروس، وهو أحد أهداف هذه العملية داخل الأراضي الروسية. الجانب الأوكراني أيضا قال بأن الهدف من وراء هذه العملية على لسان وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف هي تطهير المناطق الحدودية وحماية منطقة سومي تحديدا، خاصة وأن هذه المنطقة تعرضت خلال بداية هذا الصيف لقرابة 2000 هجمة صاروخية من قبل الجانب الروسي. أما فيما يخص سير العمليات ارتباطا في منطقة كورسك، لحد هذه اللحظة لم يتم ملاحظة أي تغيير على جبهات القتال في منطقة دنيتسك. خلال 24 ساعة الماضية سجل الجيش الأوكراني في بياناته وقوع ما يقارب من 134 اشتباكا بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية في منطقة دنيتسك، وما زال المحور الأكثر سخونة هو محور باكروفسك. مروج، شكرا جزيلا لكما عامر العروقي مراسلنا من كييف، وأشكر أريج محمد مراسلتنا من موسكو. نقلت صحيفة دايلي تيليغراف عن رئيس الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية أنه تم العثور على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش وابنته في اليخت الغارق قبالة إيطاليا. وأعلنت السلطات الإيطالية العثور على 3 جثث أخرى، ما يرفع إجمالي الضحايا إلى 5. وكانت قوات خفر السواحل قد تمكنت من إنقاذ 15 شخصا، فيما كان اليخت يحمل على متنه 22 شخص بينهم 10 من أفراد الطاقم وقت وقوع الحادث. أعلن المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم وولز قبوله ترشيح الحزب له بشكل رسمي، بينما شهد اليوم الثالث من أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي خطابات عدة لشخصيات سياسية وإعلامية بارزة، طبعا منها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، بالإضافة إلى شخصية تلفزيونية شهيرة أوبرا وينفري. إذن انتهت أعمال اليوم الثالث من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي بقبول تيم وولز رسميا الترشح لمنصب نائب الرئيس عن بطاقة الحزب الديمقراطي. وولز حذر من وصول ترامب مجددا إلى السلطة قائلا إنه سيدمر الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد أنه في حال فوز هاريس ووصولها إلى البيت الأبيض فإنها ستخفض الضرائب على الأمريكيين. أفضل ما يمكننا تقديمه للشعب الأمريكي الآن هو ترشيح كامالا هاريس لمنصب رئاسة البلاد. هذه الليلة شهدت أيضا سلسلة من الخطابات والكلمات التي كان من ضمنها كلمة وخطاب للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والذي وجه فيها الكثير من الانتقادات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وطالب الأمريكيين بالتصويت لكاميلا هاريس معتبرا أنها الخيار الأفضل. كذلك تحدثت في هذه الليلة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، والتي شكرت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بشكل مقتضب للغاية، وعادت الحديث مجددا عن أحداث الهجوم على مجلس النواب الأمريكي وعلى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021. أيضا شهدت هذه الليلة كلمات متفرقة لحكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، وكذلك كلمة لافتة للإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، والتي طالبت تحديدا المستقلين والذين لم يحسموا أمرهم بعد بالتصويت لكاميلا هاريس. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، شيكاغو.